عصابات خارجة عن القانون وميليشيات مسلحة تهدد رجال الأعمال وتعيق عمليات الاستثمار وإنجاز المشاريع في العراق، حقيقة يعلمها الكثير من العراقيين لكن يخشون الحديث عنها، حتى جاءت على لسان رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية خلال مؤتمر موسع مع وزارة الداخلية، طالبهم فيه بضرورة حماية المستثمرين وفرض سلطة القانون. أنا أقدر أحكي بصغير، ربما ما يقدر يحكي، بس أنا أحكي بكل صراحة، أحزاب وميليشيات متنفذة تعيق الاستثمار وموجودة على أرض الواقع، وأنا من الناس اللي أواجهها. يعني ما معقول أنا مستثمر يخابرني يشتكي يمي، أروح بنفسي وأخابر قائد عمليات بغداد وأخابر رئيس الوزراء وأخابر السيد وزير الداخلية. والله أنا مود كم واحد إجا ما يخلي المستثمر يشتغل. نواب أكدوا عدم قدرة أمانة بغداد ووزارة البلديات على مواجهة ميليشيات تدعي انتماءها للحشد الشعبي، حيث يقوم بعضها بتقطيع الأراضي التابعة للدولة وبيعها بشكل عشوائي على مرمى ومسمع الحكومة، مشيرين إلى عمليات اغتيال نفذت بحق مسؤولين حاولوا رفع التجاوزات المنتشرة على أراضي وأملاك الدولة. اليوم تشتكي البلديات وأمانة بغداد من عدم قدرتها على رفع التجاوزات بسبب هذه الحالة. كذلك هناك تجاوزات تحصل اليوم، حالة موجودة من التجاوز وهو تقطيع البساتين والأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة التي تعود إلى الأوقاف وإلى غيرها من المؤسسات وتوزيعها بشكل عشوائي أمام أنظار الأجهزة الأمنية. مستشار وزير الداخلية أكد إصدار الوزير قاسم الأعرجي توجيهات لكافة التشكيلات بدعم المستثمرين وتقديم التسهيلات القانونية لهم وملاحقة العصابات الخارجة عن القانون. إننا وجهنا كافة تشكيلاتنا المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي ستدعم عملكم وتقدم التسهيلات القانونية الكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين. ملاحقة العصابات والميليشيات بمسمياتها المختلفة لن تتمكن من تنفيذه الأجهزة الأمنية إلا بتعاون زعامات دينية وسياسية تعطي من خلاله الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لفرض سلطة القانون وفق مراقبين. أحمد عرام، الحرة، بغداد.